أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. شوف قال أسرفوا، يعني هو مشفق عليك، تجاوزوا الحد، وأيضا يجي يناديك بألطف العبارات وأجمل العبارات ونسبك إليه. الله أكبر. قل يا عبادي، ما قال يا أيها الذين فسقوا يا أيها الذين أجرموا، لا، قل يا عبادي. يا الله، واحد قال عليها: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذه وحدة. اسمع الثانية: لا تقنطوا من رحمة الله. الله. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الثالثة، حتى تفتح لك باب الأمل والرجوع إلى الله، يعني حتى لو ذنوب كثيرة، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. ليش؟ إنه هو الغفور الرحيم. إنه هو الغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا.